عفوا، السلام عليكم، مع معلومات اخرى مفيده ان شاء الله. يعني نحن في موسم التزاوج، ايضا نحن ايضا في موسم ايضا البرد، فممكن يعني ان طيورنا تكون مريضة بنزلة برد أو بمرض ما. فعلينا أولا يعني نعرف كيف يعني نعالج طيورنا، وأنا شخصيا أعالج طيوري ب يعني مضادات حيوية، ولكن هي تكون طبيعية. ومن بين هذه المضادات الحيوية وهي كما نرى هنا الميدوكس و البيريفيكس. كيف استعمل هذا المضادين الحيويين الطبيعيين؟ اولا نعرف هذه المضادين الحيويين، الميدوكس والبيريفيكس، هما مضادين حيويين طبيعيين متكونين أساسا من أعشاب وزيوت طبيعية. الهدف من المضادات الحيوية يعني التي قامت الريد أنيمال ب يعني صناعتهما، الهدف الأساسي وهو رفع مناعة الطائر حتى يستطيع يقاوم جميع الأمراض، ومن بينها نزلة البرد خاصة. وهذا بيريفيكس هذا هو مطهر عام، في حالة مرض الطائر يعني رايح نستعمل أولا الميدوكس، نستعمل أولا الميدوكس يعني من 4 إلى 5 قطرات في مشربية من الماء ولمدة 5 أيام أو 6 أيام. عند الانتهاء باستعمال ميدوكس يعني نخلي الطائر يرتاح على الأقل يومين، ثم استعمل هذا المطهر العام وهذا وهو البيريفيكس، وهو جيد جدا للأمعاء، يعني متكون أساسا من الكركمة وبعض الأعشاب الطبيعية. استعمل هذا أيضا لمدة 6 أيام، يعني هذا 6 أيام وهذا 6 أيام أخرى، ثم نخلي الطائر تاعي يرتاح لمدة يومين. والعملية الثالثة والأخيرة وهو الاسترجاع. كيف نقدم هذا المكمل القوي وهو الطوليامين ماد، طوليامين فورت، وهو مكمل غذائي قوي وقوي جدا، بحيث يمكن الطائر يعني عندما يكون طائر تعبان او يعني مريض على الاقل نعطيه هذا يومين، يعني يومين في مشربية من الماء وحوالي يعني 2 إلى 3 قطرات لمدة يومين فقط. وشكراً.